بارك الله فيك. الأخت أم خالد تسأل عن اللبس القصير عند المحارم، ما حكمه؟ لا يجوز، ولذلك قال عز وجل في سورة النور: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن، إلى آخر ما ذكر من المحارم وما يلحق بهم. والذي يكشف عند المحارم هو ما جرت العادة بإظهاره، مثل القدمين وليس المقصود الساقين، مثل الوجه، مثل الكفين، مثل الشعر، هذا ما يخرج غالبا من المرأة. أما ما عدا ذلك بأن تخرج ساقيها أو أن تخرج شيئا من فخذيها أو ما شابه ذلك، فإن هذا لا يجوز في حقها. بارك الله فيك.